سحرت العالم بموهبتها وجمالها وبساطتها في آن. عوامل اجتمعت كلها في تلك الشابة الكولومبية من أصل لبناني وأوصلتها للعالمية بخطوات مدروسة. وقفت شاكيرا على أهم المسارح في العالم فيما شكلت بطولة كأس العالم عام 2010 مرحلة مفصلية في مشوارها الفني، حيث قدمت من خلال أغنية وكا وكا استعراضاً تاريخياً نال إعجاب الملايين. شاكيرا التي تفتخر بجذورها اللبنانية هي لا شك تجيد بعض عادات جدودها بامتياز، ولعل الزغرودة التي أطلقتها على مسرح البطولة في حفل السوبر بول أخيراً دليل كاف على نشر شاكيرا لثقافتها العربية أينما حلت. شاكيرا أو إيزابيل مبارك ريبول من مواليد العام 1977 هي فنانة كولومبية من أصل لبناني بدأت حياتها الفنية قبل نحو 29 عاماً. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن شاكيرا عاشت طفولة حقاً صعبة، وأغلبنا يعلم أيضاً أنها أسست جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين عندما كانت في العشرين من عمرها. ولكن ما خفي عنا هي القصة الغريبة التي تقف وراء هذه الجمعية. استمعوا للقصة كاملة. في زمن طفولتها عاشت عائلة شاكيرا أزمة اقتصادية دفعت الأب إلى بيع أثاث المنزل، وحين شعرت شاكيرا بالحزن اصطحبها والدها إلى أحد المنتزهات، وهناك رأت الأطفال الفقراء يلعبون حفاة الأقدام. هذا المشهد كان طبيعياً للوهلة الأولى بالنسبة لشاكيرا، إلى أن لفت نظرها الوالد أن هؤلاء الأطفال لا يملكون ثمن حذاء يحمي أرجلهم، ودعاها إلى أن تشعر بالامتنان تجاه ما تمتلكه. هنا اكتمل المشهد وانقلبت الموازين حتى أصبح هذا الحدث مفصلياً بالنسبة لها، وقررت أن تفعل ما في وسعها من أجل مساعدة المحتاجين. وما أعتقد أنكم لا تعرفونه أيضاً أن شاكيرا استوحت اسم ألبومها الثالث الذي شكل أحد أبرز نجاحاتها الأولى أقدام حافية من ذلك المشهد المؤثر، وهو الاسم نفسه الذي تحمله جمعيتها الخيرية بهدف مساعدة الأطفال في بلدها لتحصيل علمي جيد، كما عينتها منظمة يونيسف سفيرة للنوايا الحسنة، وكرمتها منظمة الأمم المتحدة عام 2010 نظراً للجهود التي بذلتها في الأعمال الخيرية والتي انطلقت كلها من ذلك المشهد أيضاً. شاكيرا التي تمتلك معدل ذكاء يبلغ 140 والذي يعتبر أعلى من المعدل الطبيعي للإنسان، لاحظنا جميعاً أنها تؤدي معظم حفلاتها حافية القدمين. ظننا بدايةً أنها من ضرورات العرض الذي تقدمه، لكن الحقيقة هي أنها تتعمد الرقص حافية القدمين في رسالة منها إلى أنها تقف مع هذه الفئة الفقيرة من العالم. وأيضاً السبب هو ذلك المشهد المؤثر. كتبت شاكيرا أولى أغنياتها حين كانت في الثامنة من عمرها تحت عنوان نظاراتك السوداء أوجوس آسي، وأهدتها لوالدها، وهي تتحدث أربع لغات بطلاقة وهي الإسبانية البرتغالية الإنجليزية والإيطالية، بالإضافة إلى أنها تأخذ دروساً باللغة الفرنسية. لننتقل إلى حياتها العاطفية، هناك أيضاً قصة غير متداولة أعتقد أنكم لم تسمعوا بها من قبل. شاكيرا واعدت أنطونيو دولاروا ابن الرئيس الأرجنتيني السابق، إلا أن علاقتهما لم تستمر
وليس هذا فحسب، تصدر أنطونيو لاحقاً عناوين الصحف بعد أن طالب المغنية اللاتينية بمبلغ وقدره 250 مليون دولار، مدعياً أنه قد ساهم إلى حد كبير في النجاح الذي حققته. وما هذه العلاقة إلا بداية حياتها العاطفية الغريبة. فعلى الرغم من أنها ونجم الكرة الإسبانية جيرالد بيكي من أشهر الثنائيات في العالم، لكن علاقتهما ليست عادية كما تبدو، بل فيها الكثير من الشروط. نشأت قصة حب هذا الثنائي في عام 2011 على الرغم من فارق السن بينهما، وأثمرت علاقتهما عن طفلين وبالطبع من دون زواج. التقت شاكيرا بيكي للمرة الأولى أثناء تصويرها لأغنية واكا واكا التي كانت مخصصة لبطولة كأس العالم عام 2010. وراء هذا اللقاء الشهير قصة قد تكون من محض الصدفة أو التخطيط المسبق من قبل بيكي. هذه كانت كلمات بيكي لحبيبته شاكيرا خلال الإعداد للأغنية: سأفوز بكأس العالم وذلك لكي أتمكن من مقابلتك في النهائيات. وهنا نعود لتصريح شاكيرا الشهير لمجلة آيل: أعلم أن بيكي سيكون الشخص الذي سيظل بجانبي، وهذا بسبب الحب الذي يربط بيننا. I wasn't a soccer fan, so I didn't know who he was. But when I saw the video, I was like, that one's kind of cute. ومع كل هذا الحب، إلا أن غيرة بيكي تبدو قاتلة، فهو وضع شروطه على حبيبته ومنعها من التعامل مع رجال وسيمين وجذابين في أغانيها المصورة. هذا ما قالته شاكيرا علناً في إحدى أحاديثها الصحفية، ولهذا السبب اضطرت أن تصور أغنيتها Can't Remember to Forget You مع الفنانة الأمريكية ريانا. ولكن هل تساءلتم لماذا لم يتزوج شاكيرا وبيكي بعد؟ في حوارها مع مجلة برايمر إمباكتو قالت شاكيرا عن عدم زواجهما حتى الآن: عندما تشعر بالكمال والاكتفاء فإنك لست في حاجة إلى الزواج ولا أن تفكر فيه. هل برأيكم تصريح شاكيرا هذا نابع عن قناعاتها أم تخاف من انتهاء علاقتهما بعد الزواج؟ هذه هي شاكيرا وبدايتها اللافتة وعلاقتها العاطفية المثيرة للجدل.